أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، حيث تعتمد خطوط التأمين على تكثيف الخدمات والارتكازات الأمنية بالحدائق والمتنزهات والمسطح المائي والمنشآت الهامة ودور العبادة والمحاور والميادين والطرق الرئيسية لتوفير مظلة من الأمن للمواطنين. استعدت وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك لبث الطمأنينة في نفوس المحتفلين بهذه المناسبة من خلال تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة للتأمين. تشارك في عمليات التأمين كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن لتنفيذ الخطط الأمنية التي تعتمد على نشر الخدمات والدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي، والتي تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك. وزارة الداخلية نشرت الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات في ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامناً مع إجازة العيد، وهذه الطرق مزودة بمنظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية وتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات. خطط وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك تتضمن انتشاراً أمنياً موسعاً بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، خاصة بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات. تمتد الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل، والتي تعد مقصداً رئيسياً للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحلات النيلية، وتهدف إلى ضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط عوامل الأمن والسلامة. إجراءات أمنية متكاملة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق فيما بينها لتحقيق أقصى درجات الأمان للمحتفلين بعيد الفطر المبارك، وهي استمرار لنجاحات وزارة الداخلية في تأمين كافة الفعاليات والمناسبات والاحتفالات التي تشهدها البلاد بكفاءة واحترافية.